شكرا. صباح الخير سيد رئيس مجلس نواب الشعب، حضرات السيدات والسادة النواب الأفاضل، سادة أعضاء الحكومة، الحضور الكريم، إنه لمن دواعي الشرف أن أقف اليوم أمام مجلسكم الموقر في هذه الجلسة الحوارية مع الحكومة لتقديم توجهات الوزارة لتأمين استمرارية مرفق التعليم العالي والبحث العلمي في ظل الإكراهات الصحية التي تمر بها بلادنا. إذ تم بناء خطة عمل بعد القيام بتقييم تشاركي مع مختلف شركائنا لما تم الوصول إليه من نتائج خلال الفترة المنقضية في علاقة باستكمال السنة الجامعية. هذا التقييم كشف عن عدد من الصعوبات والنقائص على مستوى البنية التحتية والتكوين، وهو ما فسر التفاعل النسبي لمكونات القطاع مع البدائل البيداغوجية غير الحضورية التي تم إقرارها في تلك الفترة، بالإضافة إلى بعض الاحترازات التي تم التعبير عنها ذات الصلة بعدم تكافؤ الفرص. لكن إجمالاً، وعندما نقارن ما توصلت إليه منظومتنا الجامعية مع نظيراتها على المستوى الإقليمي والدولي، فإن تونس قد توصلت إلى إنقاذ السنة الجامعية بأخف الأضرار الممكنة، والحمد لله. أما من حيث الإجراءات الصحية وأمام مستلزمات الظرف الجديد من الناحية الوبائية، فكان لزاماً علينا تفعيل بروتوكول صحي يتلائم والوضعية الراهنة وتحيينه بما يتناسب مع خصوصيات القطاع. وسيتم خلال الأسبوع القادم وبالتحديد يومي 6 و8 أكتوبر تنظيم دورات خاصة بتكوين مكونين لفائدة ممثلين عن المدرسين والإداريين والعملاء والطلبة وشركائنا من الأطراف الاجتماعية والمجتمع المدني. ذلك أن مواجهة الوباء تتطلب استنهاض كل القوى الفاعلة على قاعدة الحس الوطني الجماعي وفي ظل التماسك الاجتماعي بالوسط الجامعي. هذا وتعمل الوزارة على التنسيق الوتيد والمستمر مع كل الوزارات المعنية بهدف ضمان أفضل الظروف الصحية لمكونات الأسرة الجامعية من خلال تكثيف عملية التعقيم والحملات التحسيسية والالتزام بالتوجهات العامة المضمنة بالبروتوكول الصحي، بالطبع بالتنسيق مع صولة الجهوية وتعهد المصالح المختصة بالحالات المسترابة والحاملة لأعراض. أما من حيث الإجراءات البيداغوجية، فإننا وضعنا خطة استباقية ستمكننا إن شاء الله من تحقيق استمرارية الدروس، وذلك عبر آلية تسمح بالمرور من الحضور إلى التواصل البيداغوجي عن بعد إذا احتجنا، بالاعتماد على منظومة مزدوجة وهو ما يسمى The Blended Learning، خاصة وأن العديد من الدراسات العلمية قد تعرضت للآثار السلبية للانقطاع البيداغوجي على عملية التعليم والتحصيل العلمي. كما تقرر منح مجالس الجامعات والمجالس العلمية صلاحيات إضافية تمكن من إضفاء مرونة على المستوى اتخاذ القرارات البيداغوجية، مع ضمان تشريك الطالب في جميع المستويات وإعداد برنامج تكوين المكونين في مجال استعمال التكنولوجيات الحديثة، مع دعوة جميع المدرسين إلى رقمنة دروسهم بهدف ضمان عدم انقطاع التكوين وتأمين التواصل البيداغوجي عن بعد إن اقتضت الضرورة لذلك. بالإضافة إلى الإذن بالتمديد في أجال إيداع ومناقشة أطروحات الدكتوراه، ودعوة الهياكل البيداغوجية إلى التعامل بمرونة مع إجراء الإقصاء من الامتحانات. هذا وتوجهنا إلى دعم البنية التحتية الرقمية الخاصة بالقطاع من خلال مضاعفة عدد الخواديم الموضوعة على ذمة الجامعات من قبل جامعة تونس الافتراضية، والترفيع في سرعة تدفق الأنترنت في المؤسسات الجامعية. ونحن الآن بصدد التنسيق مع وزارة المالية بغية الاستثمار في تركيز موزعات أنترنت بجميع المؤسسات الجامعية. وكل هذه المجهودات تمثل
استثماراً دائماً لصالح المنظومة الجامعية، تمكن من تجاوز التحديات التي يفرضها الوضع الصحي من ناحية، كما تمكن من توفير الأرضية اللازمة لمواكبة الجامعة التونسية للتحولات التكنولوجية الحديثة في إطار مسار تركيز الجامعة الذكية من ناحية أخرى. وفي هذا الصدد لابد من التأكيد على أن تحدي مجابهة فيروس الكورونا أثبت أن تحقيق نقلة نوعية في مجال البحث والتجديد العلمي يظل في المتناول باعتبار ما تسخر به تونس من كفاءات وهياكل. ولعل أبرز دليل على ذلك تقدم تونس بخمسة مراتب حسب المؤشر العالمي للتجديد لسنة 2020 من المرتبة 70 إلى المرتبة 65، إضافة إلى احتلالها المرتبة الأولى إفريقياً بعنوان سنة 2020 من حيث عدد المنشورات قياساً للناتج الوطني الخام. هذا بالإضافة إلى ما أثبته الباحثون وهياكل البحث من تجند لمعاضدة جهود الدولة في مجال مكافحة هذه الجائحة. فإننا نؤكد على أهمية توفير ورصد الاعتمادات الضرورية لدعم الهبة العلمية للكفاءات التونسية ومواصلة هذه الديناميكية الجديدة للبحث والابتكار والتطوير التكنولوجي بما يسمح بدعم الميزانية المخصصة للبحث العلمي والنهوض بمردودية هذه المنظومة وتركيز نظام وطني للحوكمة في مجال البحث والتجديد. كلنا عزم لإنجاح السنة الجامعية على صعوبة الوضع ودقته، ونعول على حسن تعاونكم في معاضدة جهودنا ومرافقتنا بالاقتراحات والملاحظات، خاصة فيما يتعلق بدعم توجهنا الرامي إلى ملائمة التشريعات مع المقتضيات الراهنة في مجال البحث العلمي والجودة والاعتماد، كما نأمل أن نجد دعمكم من أجل حث الاستثمار الخاص على المستوى الجهوي في مجال السكن الجامعي، وذلك في الجهات التي تحتاج دعماً إضافياً. فإن هذا الظرف الدقيق الذي تمر به بلادنا في كل المجالات والمترتب عن الوضع الصحي والوبائي يستوجب منا أفكاراً وبدائل جديدة، كما يقتضي مسؤولية تضامنية مطلقة بما يسمح بدعم تونس كوجهة جامعية ومنارة للعلوم والمعرفة تستقطب طالب العلم من كافة الأقطار. فلا خيار لنا سوى النجاح. شكراً على الاستماع، وربي يحفظنا الكل ويحفظ تونس. الحقيقة حاولت باش نتقيد بسبعة دقائق، ذاك علاش يمكن فما تفاصيل ما عطيتهاش. إذا كان عندكم أسئلة ولا تفاصيل أنا على ذمتكم.